شوي نروح لتجربتك الاحترافية السعودية ولا؟ اي بالسعودية. اي طبعا، لان احنا اليوم لما نتكلم عن الكرة السعودية شوي صحيح الجمهور يتفاعل معاك و, 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 و ما في شك ويتفاعل مع الحديث يعني. احنا مشتاقين لهم تأكد، بس انا في نقطة برد عليها. تفضل. كذلك انا ببارك حق الشيخ طلال، يمكن انا ما باركت في طبعا براءته في هذه المشكلة او القضية اللي كان موجود فيها خب بعد بدر. يقولون انا الحمد لله ما عندي مشاكل مع اي طرف ولله الحمد، لا حد وقفني ولا انا وقفت نفسي، انا ما عندي مشكلة مع احد. لكن احنا دائما نقول احنا مشاكلنا هذه امر طبيعي. نعم. اذا احنا ما ننتقد بالانتقاد الصح، تأكد ان في عيل مشكلة فينا احنا وليس في المشكلة الموجودة حاليا. نعم. اما طبعا لما كنت في الاحتراف بالسعودية، طبعا رديتني من 99، سنة 99 سنوات لا اله الا الله طويلة، لكن اللهم لك الحمد يعني كانت هذه ملخص شخصية بدر حجي لما كنت لاعب. يعني لازم أنا أوصل لي الشيء اللي أبي، أنا وصلت في عمر 32 سنة وفي نادي الشباب السعودي، يعني ذاك الفترة كان زاخر في نجومة. نعم. لما تكلم الكرة السعودية اللي كانت في التسعينات كانت مختلفة جدا في مواهبها الموجودة، يعني كانت شريحة كبيرة في المواهب الموجودة في السعودية. يعني يمكن يعني منطقة السعودية كانت 8 فرق كانت تتنافس على بشكل قوي، خاصة في الأبطال أو تتكلم عن الدوريات المحلية. نعم. فوالله الحمد أني راضي عن تجربتك مع نادي الشباب؟ ما في شك. هم كانوا راضين عنك؟ ما في شك، كان مفروض لي تجديد. إيه؟ في هذا الجانب يعني كان المسي على الأمير خالد بن سعد، فكان على أساس أن أنا أجدد مع نادي الشباب. فكان في معسكر بشهر 7 عشان عندنا بطولة عربية في القاهرة، فكان عندنا هنا بنفس الوقت معسكر مع المنتخب، كانت تصفيات كأس آسيا 2000 عندنا بشهر 9. نعم. فالأمير خالد بن سعد قال لي بدر يعني حاول توفق ما بينك وبين الشيخ أحمد الفهد مسي عليه بالخير. نعم. فقال على أساس أن نسوي تجديد العقد. نعم. فآخر شيء ما قدرنا نتوصل للحل. نعم. وانتهت. وانتهت. كم كانت قيمة صفقة انتقالك؟ 170 ألف دولار. كم أخذت منها؟ 6 أشهر. أنا؟ إيه. 25 ألف. الباقي. النادي خذوا 20 ألف. 25 ألف دينار لي، هو 45 ألف دينار بالأخير. 20 ألف دينار خذوا النادي. إيه. وأنا خذيت 25 ألف. بس. النادي كان برئاسة منه سليمان عدسان؟ لا، كان برئاسة رحمة الله عليه خالد الصانع. إيه الله يرحمه. رحمة الله عليه بن ناصر. ما زعلت لما خذوا منك؟ شوف، هو لا شك ان الواحد يعني في اخر اوقاته يفرض انه يكون له تكريم، خاصه نعم. احنا عطينا يعني انا لاعب منذ النشء في نادي كاظمه. نعم. لكن عتبنا، لكن بالاخير نرد له، ده هو نادي يعني بالاخير. نعم. هو اللي وصلني اللي انا وصل لنادي الشباب السعودي. فكانت تجربه بالنسبه لي انا ولله الحمد يعني كانت من التجارب اللي انا استفدت منها حقيقه كلاعب، واستمتعت في ذيك الفترة. كان يلعب معي ذيك الفترة بعد رحمة الله عليه كان رشيد يكيني هداف نيجيريا. نعم. فأنت لما تلعب بالكرة السعودية، الكرة السعودية كانت عبد العزيز مختلفة جدا. نعم. يعني الاحترافية الموجودة، الشارع كله رياضي، الصخب مالهم، الجو، كل شيء يعني. وبعدنا أنا ألعب نادي شباب، يعني نادي شباب ما عنده جماهير كثيرة. صحيح. مثل الهلال والنصر، لكن نادي الشباب يعني مثل نادي كاظمة، مثل بيتي في نادي كاظمة. نعم. يعني ما له جمهور صح، ما له إعلام صح، لكن في نجوم كثيرة. نعم. فالمرحلة اللي وصلت فيها في مع نادي الشباب لعبت بطولتين، بطولة كأس ولي العهد وخذيناها. نعم. حققناها، وبطولة خادم الحرمين لعبنا قبل النهائي مع نادي الاتحاد، وطبعا طلعنا في المركز 3 الرابع لعبنا. نعم. لكن طيب. أنا أعتقد أن تجربة كانت تجربة.